السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد من فيديوهات الالعاب التي نقدمها مرحبا بكم محبي وعشاق لعبه تنانين اسطوريه نزولا عند طلب بعض الاصدقاء اليوم سوف نعمل على تطوير تنين فالكوف خصوصا للاصدقاء الذين استطاعوا الحصول عليه من قبل في الفعاليات الماضيه اليوم سوف نعمل على محاوله تطويره وكذلك لنقل تحديد افضل الخيارات في اكاديميه التنين وكذلك الاختام المناسبه قبل الشروع في تطوير هذا التنين والحديث عنه بشكل مفصل هنا. معلومة وجب التنويه والتذكير لها كل ما سوف أذكره صديقي في هذه الحلقة هو عبارة عن رأي شخصي يعني رأي شخصي لعمر قد يكون هذا الرأي الشخصي صحيح وقد يكون خطأ لا أدعي أن هذه التطويرات هي صحيحة 100% لهذا وجب التنبيه. كذلك صديقي التطويرات التي سوف اذكرها وطريقه الاستخدام واماكن الاستخدام هي تبقى عباره لنقول عن اراء شخصيه قد تكون محقه وقد تكون مخطئه، لا ادعوك للعمل بها وانما ادعوك لنقول للاستماع اليها واخذ منها ما تراه مناسبا وما تراه مفيدا. اذا على بركه الله ننطلق اصدقائي. كمعلومه عامه فان التنين فالكوف عندما ظهر لاول مره ظهر في فعاليه اصل الضوء وكان الجائزه الكبرى وقتها او تنين الاصل كان هو سنين الذي بعد الأحيان تجده هنا كعروض طيب دعونا نحدد العنصر هنا على سبيل المثال سوف تجد بعد الأحيان ليسكو هنا كعروض كما قلت هنا كان فالكوف في فعاليات هذا السنين كان في فعاليات أصل الضوء ومعه كانت تنين اللوزرى، اللوزرة أيضا كان معه، كانت ثاني موجودة هنا، وطبعا يوجد تفاصيل كافية له في القناة. هذا التنين الذي تشاهده هنا نقاط ضرره 89 نقاط الصحة 289، مما يجعله من أقوى التنانين القديمة. هذا التنين مميز لأن لديه عنصر المعدن وضربة ثلاثية في عنصر الضوء، وكذلك عنصر القديم بطبيعة الحال وهو العنصر الأساسي، مما يجعله تنين قوي جدا. أماكن استخدام هذا التنين صديقي مجموعة من الأماكن تستطيع استخدام في هذا التنين تستطيع استخدام هذا التنين في دوري الساحة بجدارة خصوصا لدي عنصر المعدن وكذلك ضربة ثلاثية هنا والعنصر القادم لهذا استخدامه في دوري الساحة سوف يكون مفيد جدا كذلك تستطيع استخدامه في خريطة حملة الأختام لماذا؟ لأن لديه ضربة ثلاثية وهي عنصر الضوء وعنصر الضوء لديه ضربة لنقول أكثر تميزا أو لنقول أكثر فائدة في خريطة حملة الأختام من النار لأنه لنقول غير ضعيف أمام العنصر القديم على سبيل المثال على سبيل المثال لهذا تستطيع استخدامه في دور الساحة كذلك في خريطة حملة الأخطار. الآن ناتي إلى الزنزانة السحيقة، هل يمكن استخدام فالكو في الزنزانة السحيقة أو لا؟ بطبيعة الحال تستطيع استخدامه استخدامه مع الحذر في استخدام عنصر المعدن لأنه دائما نقول أنه الزنزانة السحيقة يتوجب فيها القيم بتنفيذ المهمات وليس القضاء على التنانين. عنصر المعدن إذا استخدمته بشكل خطأ سوف يقضي على التنانين وبالتالي لا يساعدك على تنفيذ المهمة. فالكوف تنين قوي، تستطيع الاستفادة منه في زنزانة ساحقة مع الانتباه والحذر في استخدام عنصر المعدن حتى تستطيع الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، وإلا أنه بضربته الثلاثية بعنصره القديم مفيد جدا في الزنزانة الساحقة، هذه تبقى أماكن استخدام تنين فالكوف، بالنسبة للتطويرات الخاصة بتيني فالكوف، بالنسبة لتنين فالكوف صديقي هو تنين لنقول يمكن استخدامه، طبعا التنين هجومي، حتى نكون واضحين وواقعيين، التنين هجومي بشكل كبير جدا ولكن هجومه سوف يكون باداء دفاعي كيف ذلك؟ ركز معي جيدا صديقي بالنسبه للعنصر القديم هنا لن اقول لك اذا كان لديك واذا لم يكن لديك بالنسبه لي وقناعتي ان فالكوف يطور الى متطفل جماعي بالنسبه للضوء يطور الى أه الضوء المعالج الضوء المعالج بالنسبة لعنصر المعدن على حسب خيارات اللاعبين طبعا هنا لنقول خبرتي ضعيفة في عنصر المعدن ولكن سوف نذهب إلى تنين أخر لدي مطور بشكل جيد وهو تنين لنقول أصل المعدن الموجود هنا سوف يطور إلى الانتقام الأخير إذا هنا بالنسبه لعنصر المعدن الموجود لدى فالكوف يطور الى الانتقام الاخير اذا لدينا تطويرات سنين فالكوف تنقسم الى ثلاث اقسام بالنسبه للعنصر القديم صديقي سوف يطور الى متطفلون جماعيون هذا هو تطوير لنقول عنصر القديم الموجود لدى فالكوف بالنسبة لعنصر الضوء يطور إلى الضوء المعالج بالنسبة لعنصر المعدن يطور إلى الانتقام الأخير الان بالنسبه للاختام، الاختام مباشره سوف نستخدم اعجوبه زائد قبول، لماذا؟ اولا قبول يشرح نفسه ومعروف لماذا نستخدم قبول؟ حتى نستخدم التاثيرات الايجابيه بشكل اكبر. اعجوبه حتى نستفيد من العنصر القديم، بالنسبه للضوء المعالج سوف يستفيد من اعجوبه ايضا، المعدن سوف يستفيد من اعجوبه، هنا لدينا ختم سوف تستفيد منه الثلاث عناصر مع بعضها، يستفيد القديم، يستفيد الضوء، ويستفيد المعدن، اعجوبه سوف يفيد القديم والضوء والمعدن. قبول سوف يستفيد منها التنين بنفسه بأي تأثير إيجابي يوضع عليه لهذا تكون خلاصة تطوير تنين فالكوف بالنسبة لشخصية أو رأي شخصي فيها هنا سوف نطور المتطفل الجماعيون هنا الضوء المعالج هنا الانتقام الأخير الأختم أعجوبة زائد قبول مع العلم صديقي أنه حتى تستطيع جعل التنين قويا رفع مستوى التنين صديقي والتنين ككتلة ليس لوحده القوة يعني ليست التنين لوحده سوف يكون قوية وليست هذه التطويرات ما سوف تجعل التنين قوي هذه تعتبر شيء من ضمن مجموعة من الأشياء عندما تطور التنين وتضع التطويرات التي تظن أنها مناسبة للتنين تذكر شيء صديقي أنه الأختام كلما كانت مرقات كلما كان أداء التنين أفضل يعني الأختام الملحمية ليست كالأختام النادرة وليست كالأختام المشتركة وليست كالأختام الغير مشتركة لهذا كلما استطعت تطوير الأختام للتنانين الرئيسية الخاصة بك كلما استطعت جعلها أقوى شيء آخر مهم جدا صديقي نجوم السحر أيضا تضيف القوة للتنين يعني وللأسف بعض الأصدقاء يقع في خطأ أنه يحصل على تنين قوي يطوره بشكل صحيح بين قوسين بطبيعه الحال ولكن لنقل لا يهتم بنجوم السحر ولا بتطوير الاختام وبالتالي يظل التنين ضعيف كذلك صديقي اي تطوير مهما كان ان لم يخضع لاسلوب القتال المناسب بطبيعه الحال سوف يكون اداء التنين متواضع جدا لهذا صديقي حتى تستطيع الحصول على تنين جيد حاول القتال به بشكل جيد وكذلك حاول القيام بتطويره كان صديقي هذا تطويرا لتنين فالكوف آه كما شاهدنا طيب هنا ماذا يوجد لدينا؟ مجموعة من المهمات كنا نسجل الفيديو اثناء آه لنقول بدء آه الفعالية طيب نذهب هنا مباشرة أصعب ما أجده في الفعاليات صديقي هو القيام ب لنقول البعث أو البحث عن هذه الكائنات الموجودة هنا بقية الأشياء كلها بالنسبة لي سهلة طيب هنا نقوم بمحاولة التزاوج وطبعا رفيقينا في التزاوج معدن مع نار يعطونا تنين حرب وخلاص انتهت المهمات بهذه الطريقة طيب نذهب الى المعارك مباشره طبعا في المعارك دائما ما استخدم لنقل خريطه الحمله البطوليه مع تفعيل مع تفعيل القتال التلقائي مع ترين لدي عنصر النار حتى استطيع انجاز هذه المهمه بسهوله كما تشاهدون طيب هنا انتهى الامر طيب هنا ايضا خلاص انتهى الامر هنا ايضا انتهى الامر ضربه ضائعه ولكن تازر القوه موجود انا طبعا هتستطيع استطيع جمع الطعام بنفس الوقت يعني اقاتل واجمع الطعام بنفس الوقت يتبقى لنا اربع معارك هذه واحده منها يتبقى الان ثلاث معارك طيب انتهى الامر ميلاد جديد يؤخرنا فقط ولا يفعل شيء طيب معركتين هذه هي واحده منها خلاص انتهى الامر اجمع الذهب امسك الكائنات كما قلت اه اصعب ما اجده في هذه الفعاليات هو امساك الكائنات أما البقية المهمة كلها تكون لدي أو على الأقل بالنسبة لي خلاص انتهى الأمر هنا امساك في كائنين ينقصنا الامساك بكائنين يتبقى كائن واحد فقط اهو آه خلاص انتهينا الان حرك 30 مربعا هذه سهله لكن بشكل عام صديقي لدينا حوالي 6000 حجر نرد. اذا المطلوب الحصول على سته من المشاكل المزدوجه سوف نحاول الحصول عليها لنرى العرض التداول افضل او رمي النرد افضل